في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي، نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة وعلى مدار عدة أيام بياناً تدريبياً على الإنزال المظلي، شارك فيه المئات من مقاتلين الأبطال الذين أظهروا خلال التدريب الروح المعنوية العالية والشجاعة والدقة في الإعداد والتنفيذ. ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين الصديقين السوري والروسي لتأهيل وتدريب مقاتلين على عملية الإنزال المظلي في مختلف الظروف وفي كافة الأوقات وباحترافية عالية.